هذا المحل عنده العاب غريبة وعجيبة وقديمة، خلي اشوف ايش عنده ما عنده. انا احب الالعاب القديمة، الالعاب الجديدة بسرعة يكسرون. يما شنو هذا هيك العب من الخروف؟ واو شنو هاي اللعبة؟ حاخذها اشتريها. عم راح اشتري هاي. هلو هلو وين كنت؟ اشتريت هاي اللعبة. شنو هاي حبيبتي؟ شكلها غريب قديم ما ادري شلونه، منين جبتيها؟ بابا هذا واحدة من الألعاب فتح يمنا جديد، بس ألعابه قديمة وغريبة وعجيبة، هاي اللعبة عجبتنا وجبتها. تمام حبيبتي، روحي لأبيبيها أنا راح ألعب شغلة وأرجع لك. بابا أنا أخاف بالبيت لوحدي، مو تأخر علي. بعدين تعال وين رايح؟ بس رايح تدولك مرة تخطبها. يا مرة يا معودة، أنا ناظر ما أتزوج لحد ما تكبرين وأطمئن عليك وأشوفك صرتي دكتورة، يلا ذاك الوقت أقرر وأتزوج. بس بابا متكبر ما حد يقلبك، عنده خوش بغيلك، وحده سنونها مكسره وحوله وعرجه، ليش ما تتزوجها تفيدك؟ اقعد خوش مره هيك، لا لو مو خوش مره شو تجيبي لي؟ جيبي لي وحده محترقه؟ ولا روحي احسن لي. دير بالك على روحك. شنو هاي اللعبة؟ ايش قد غريبه؟ انا بابا المحل يبيع العاب غريبه عجيبه، خليني اشوف شلون تلعب. مرحبا بك في لعبة الجومانجي. يما هاي اللعبة تحكي عجل اسوي اللي شي، انا بابا راح وعرفني لوحدي. هاي لعبة الحظ، وانت من دست الارقام معناته دخلت باللعبة ولازم تكملي للنهاية، وكل رقم تدوسينه راح يطلع للشي انت وحظك. مش راح العب. رقم حظ موفق، راح تتحقق لك أمنية انت تحبينها. أمنية احبها؟ شنو يعني؟ واو شنو هاي الالعاب اموت عليهم. واو هذا المود اللي كنت احلم بيه. واو هذا المود اللي اشوفه على اليوتيوب. واو تحكي؟ واو بحاي الحية. واو واو سلحفات والله احبها. هلا مجوسه انا صبار سحري انا احبش. واو شنو هذا يحكي؟ خلي العب بعد، هاي اللعبه بيها خوش شغلات. الفرة الثانية سوف يظهر لك حيوان من الزمن البعيد، فاحذري منه انه ياكل الاطفال. شنو هاي؟ قاعد تهتز. يما شنو هذا؟ بحيث كبير خليه شوي. يما بابا شلون؟ بحيث كبير. ولك هذا مو بحيثي، هذا ديناصور. شلون طلع هذا؟ بابا هاي اللعبة الغريبة لعبتها طلع يلعب وديناصور. يا لعبة نرجوسة جاي تحكين انت يا معودة؟ بابا بعدين اقول لك عليها، بس هسه شلون نشرد؟ لا وين هي اللعبة؟ وين انت عارف شنو؟ ليش تعال هذا راح قبل المطبخ. مشينا ليش؟ بابا هاي اللعبة هاي هاي شلون تلعب اللعبة يا معودة؟ بسرعة فهاي قبل لا يجي الديناصور. هاي سلحفات يلا فوقها أنا متأكد إذا فريتها بروح الديناصور؟ إيه بس فوقها. الفرة الثالثة سوف يظهر شخص عبيط وأهبل في الزمن القديم، سوف ينقذكم من هذه المصيبة. وشنو هاي؟ شو تحكي اللعبة؟ شو يقصد هذا؟ شو يقصد؟ من استدعاني أنا الديناصور الصغير، صار هواي ما لعب هاي اللعبة
واللي يوقع مشكلة أنا حلها. أكيد وقعت مشكلة من وراي اللعبة أنا حلها. أنا ديناصوري. شنو هذا العبيط؟ عبيط جدا جدا. ولك هذا نياندرتال، هذا إنسان قديم، هذا يصير جدنا. أمو دانة، هو هذا جدنا وأنا أقول علي من طالعه. نرجوسي، أنا بالنسبة لهاللعبة بعد ما لعبها ما أعرف شو يطلع لنا. طلع لنا ديناصور وما أدري شنو ما شنو. طلع لنا هذا العبيط، خلاه العاد يساعدنا يخلصنا من الديناصور. لنقله عمو العبيط طلع لنا ديناصور، ممكن يساعدنا؟ ما يخالف، راح أساعدكم وأروح أقتل الديناصور. بس مثل ما بديتوا اللعبة تنهون اللعبة، إذا ما كملتوها راح يصير بيكم شيء يخوف. يمكن العبيط راح ياكل الديناصور. خلي ياكل يا نرجوسي، هذا العبيط قال تكملون اللعبة يلا تخلص ونخلص من شرها. دوس انت، انا بكت حظك حلو، انا ما ادوس بعد. يلا هاي الفرة الرابعة راح تطلع لكم مخلوقات غريبة تقرص، ولو هي هواي منها بالعراق، بس دير بالكم لان هاي المخلوقات حتى تاكل. وليش هذا البق ايش كبرك؟ اجوز ياكل باكر. نرجوسه والحل شلون؟ انا خايف كلش، هاي ورطينا بهاي اللعبه، ليش ما ادبك لهم واخلص منك ومن العابك؟ ها حل؟ اوقف خل افكر بحل. لقيته، عمو العبيط، عمو العبيط. منو صاح علي؟ كلت هذا الديناصور وصعد عد الجالي. ما عندكم سودة؟ لا لا خوش فكرة يا ولد، خلصنا من الدبان من العبيط من الديناصور، يلا خلينا نشرب. اقف اقف، خذ اللعبة وياك حتى نختمها ونفتك من شاها، يلا نمشي. نرجوسك هالمرة خلنا نختار صح، لان هالمره ذا خيار غلط احتمال الله يستر شي يصير. انت اسحب هاي الفره، راح تاخذكم العالم الخيال، احذروا من عالم الخيال. شو قصد هذا؟ أنا أدري يا نرجوسي، هاي اللعبة قالت راح أخذكم العالم الخيال، الظاهر هذا عالم الخيال اللي حكت عليه. بس واو، إيش قد حلو عالم الخيال، أحس روحي قاعدة أتحول لفلاك أنتو. نرجوسي، شيل طاير، شنو هذا؟ خاف حلم هذي، معودة خاف حلم، بس صدقين، أنا همين بديت أحس روحي أنتي من هذا المكان، أريد أعيش هنا. نرجوسي بدينا نضحك. بس شلون اذا نبقى هنا ما نقدر نرجع لعالمنا، خلنا نرجع لعالمنا احسن. هاي نبوينا اخذتني. اقول لك هاي غابه كلها حيوانات مفترسه. ها 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 انا جوعان، صار لي شهر ما ماكل، هاي الطفله مارده ما بيها لحم، انت بيك لحم باللوزينه بالدهينه. بسرعة بسرعة خل نفوق العياك الناس ونطلع من الغابة. هاي آخر محاولة، إذا ما صار لنا حل خليك ترزتنا ونخلص منها اللعبة ومنظينا. انتهت اللعبة، هاي آخر فرة وشنتوا بغير عالم وجيتوا، إذا تحبون ترجعون تلعبون أرجع فرها تنعاد اللعبة. لا لا خلينا نتشوق بالقناة، خلينا نشوف يا لعبة يا مطيح. يلا 1 2 3 4 1 2 3 بعرف ليش شلون صارت. واو سلحفات والله حبها. خليها بالنص خليها بالنص، ترى تنقل دير بالك ما تختنق، معود تعيش شهر بالمنطقة. هاي احس روحي هيك بعالم، احس روحي هذا العالم سحر، احس روحي احس روحي بالجنة، احس روحي.